كما أود أن أشيد بجهودكم الدؤوبة وتفانيكم لإعادة بناء العلاقات الإيجابية بين المسلمين واليهود، وهذا دليل على القيم الرفيعة للجنة اليهودية الأمريكية التي تندد بقوة بعمل أولئك الذين يزرعون الانقسامات وينشرون الإسلام فوبيا، وأيضا ضد أولئك الذين يروجون لمعاداة السامية. يدرك المسلمون واليهود جيدا الخطر الذي يشكله المتطرفون بجميع أنواعهم، وهم يسعون إلى استغلال انعدام الاستقرار لتعزيز الكراهية والعنف، ولا سيما النازيين الجدد. في ذلك اليوم والذي لا ينسى وقفت مع إخواني المسلمين واليهود متحدين، وقلنا بكل عزم لن يحدث هذا مرة أخرى إن شاء الله تعالى، لن يحدث لليهود ولا للمسلمين ولا للمسيحيين ولا لغيرهم. أهوال محرقة الهولوكوست لا ينبغي أن تتكرر أو أن ننساها. بلا شك العالم الذي نعيش فيه هو مكان خطير، ولكن السنوات الأخيرة التي شهدت إعادة بناء العلاقات بين الدين الإسلامي والدين اليهودي تمنحني الكثير من الأمل لغد أكثر إشراقاً، غد يتسم بالحوار الموضوعي وصولاً إلى التفاهم وتحقيق السلام العادل والشامل. نحن نكافح معاً من أجل عالم أفضل وأكثر مساواة، لا مكان فيه للإسلاموفوبيا ولا لمعاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.